السلام عليكم اعزائي مشاهدي قناه سكن، مرحبا بكم في فيديو جديد وصفه جديده. اليوم جبت لكم طاجين ديال الكفته مع معطيشه مع البصله. المهم طريق شي غنوريكم الطريقه ديالي كيفاش كندير. المهم غنبداو ونقطعوا البصله. كما كتلاحظوا كنحتاجوا الكفته، غادي نديروا ليها العطريه ديالها اللي غنحتاجوا فيها تحميره البزار وسكينجبير وخرقوم والملح، وكنحتاجوا شويه زيت الرومي زيت البلديه. كنحتاجوا في الطاجين ديالنا الحامض للتزيين، كنحتاجوا الربيع، كنحتاجوا بصله مشلضه، وغادي نقطعوا حتى المطيشه نقطعها قطع صغيره، والفلفل فقط للتزيين. المهم بقاو معانا. نديرو شويه زيت الرومي، نشحرو فيه البصله، نخليه حتى تطيح، بقاو معانا. نستمروا في التحريك. كيف ما كتلاحظوا بعد ما طاحت لنا البصله، دابا غنديروا مطيشه. نخليهم حتى هما يتشحروا كذلك نفس الطريقه، بقاو معاهم. ودابا غنمروا تحضير الكفته. كيف ما كتلاحظوا غادي نحتاجوا فيها العطريه، وندير الكمون، غندير العطريه كامله، غندير ربع الثومه، غادي ندير زيت العود، وغنخلط. ودابا نقطع الفلفلة، دي فقط للتزيين. نقطعو حتى الحامض تاهو ونزينو بيه من الفوق. نديرو العطرية، نديرو بزاف،
نديرو سكينجبير، ونديرو الخرقوم، نخلطو نضيفو شويه ضربي بويرات ديال الكفته، نديرو فلفل الديكور باش نزينو بها، نديرو الدوائر ديال الحامض ونغطيو عليه ونخليوه يطيب. كيف ما كتلاحظوا اعزائي المشاهدين، دابا راه الطاجين ديالنا طاب، غيبان لكم المرق. انا كيعجبني يكون مرق شويه، هو غير غنطفاو عليه غادي هذاك المرق غيتشرب، ما غيبقاش هكا بزاف، فهمتوني؟ ممكن يجي لذيذ ورائع. و كما كتلاحظوا اعزائي المشاهدين، هذا هو الشكل النهائي للطبق ديالنا. المهم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ابوناو مع لاشين قناه السكينه، وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم، وديروا جيم لايك كومونتير، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. أتمنى أن تروقكم فيديوهاتنا وأن تستفيدوا منا، وذلك بالضغط على زر الاشتراك حتى لا يفوتكم جديدنا، وأن تفيدوا بعضكم عبر مشاركة الفيديوهات مع أصدقائكم وأحبابكم. ولكم مني أطيب التحيات من طاقم القناة، ونتمنى لكم تمضية وقت ممتع معنا. ولا تنسوا لايكات إذا أعجبتكم فيديوهاتنا، وترك تعليقاتكم واستفساراتكم لنا، وشكرا على حسن تتبعكم. مع تحياتي، إلى اللقاء.